شكرا معالي الوزيرة على كلمتك، بس الحقيقة ان قبل ما تكوني وزيرة حضرتك فنانة موهوبة، عند حضرتك موهبة والد حضرتك اكتشفها من صغرك واشتغلتي عليها ونمتيها لحد ما عزفتي في اهم الاوبرات والمسارح في اوروبا. دكتورة ايناس عازفت فلوت هايلة، واكيد انا احب النهاردة وكل الحضور نسمع عزف حضرتك على الفلوت. شكرا معالي الوزيرة. شكرا لحضرتك معالي الوزيرة دكتور إيناس عبد الدايم، وطبعا يعني حضرتك فنانة حقيقية ونورتينا على المسرح. Watch it.